السلام عليكم، اهلا حبيبتي وجميع المشاهدين، توحشتكم ونرحب بكم في داركم وفي كوزينتكم، كوزينة حنان. اهلا وسهلا بالجميع، قناتي متنوعه. اليوم فيديو فيه همسات كما طلبتوا مني، ان شاء الله تستفادوا ونرحب بكم كامل. يا ربي اليوم فيديو جديد نبداو، بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. لا فيديو تاع اليوم همسه من همسات حنان حنونه من خبرتي. لا اله الا محمد رسول الله. بهذا الدنيا يعني ما نحكوش على الايام الحلوه تاع العزوبية السيليباتير اللي كنا لالي ديختي، نحكو على الرباط وين ارتبطنا. الخبرة تاعنا منا لا نهار زواجنا وطلع القفص الذهبي، القفص تعرفوا شنو هو؟ قفص الرباط. الرباط هاني نضحك مع خواتاتي. المهم ان شاء الله كامل تكونوا بخير يا ربي. توحشتكم والله العظيم، ما بعت لكمش دي فيديو، راني نوجد لكم في وصفات اسبوعيه يعني باش ما تبقاوش تخموا قاعيه في الطياب تاع الاسبوع، نحي عليكم التخمام ودي زيدي شابين روعه. وراني نوجد لكم في واحد الصوالح وفي واحد لي فيديو شابين. برك ما تنساوش قبل ما نبدا لا فيديو باش تحفزوني تحفزوني تحفزوني، طلعوا كوزينه حنان، راهي كوزينتكم خلاص شركم، راكم تستفادوا منها وحبيبتكم حنان اللي تموت عليكم وخاطيها كاع الكذب وخاطيها النفاق وخاطيها كاع هاد الحفايس. والله تصيبوا غير حنان حنونتكم، ونقول لكم مرحبا بكم، من نموت عليكم وان شاء الله يا ربي تكونوا كامل بخير. نبداو بسم الله، ما تنساونيش لايك للفيديو وتقاسموه مع ناسكم وحبابكم، راكم عارفين راهم جايين واحد الهمسات يعني. الوغ نبداو بسم الله خياتي، على الثقه والكونفيونس وعلى الجيران والصحابات، الصحابات الصحابات العضرات الشابات الصحابات ولي زيدي والصحبه والجيران والتليفون ولي ميساج والضيافه والهضره والجمايع هذه مع هذه. نبداو بسم الله. هنا رايحه نحكي انا عامه يعني نحكي لكم على الصحابات وعلى الجيران يعني عامه، انه يعني على السر اسرار البيوت يعني على الهضره وعلى الجمايع واللي تفرغ سرارها واللي تمد سر دارها واللي تمد اسرارها ما بينها وبين الزوج تاعها عفوا، وحكايات وزيد دي زيستوار يعني، وتدخل في مواضيع يعني في الـ في الـ في الـ كيما نقولوا في الغمق يعني في الفون، تجبد كلش. كاين اللي نيه صدقوني، كاين اللي نيه من كثر طيبه قلبها انها تحكي كلش. يعني بمجرد ما توقف مع مره سواء جاره ولا صاحبه ولا لو كانت تلقى غير وحده من برا تحكي لها كلش من كثرة يعني. كاين اللي ما عندهاش وين تحكي، كاين اللي تدس، كاين اللي تخبي في قلبها، تنظر مضراره ما كانش الله غالب. انا زعما تلقاني هكا في الطريق ما تعرفنيش غير تسقسيني ولا في امور ولا في حم، تلقاها مسكينه غير رايحه رايحه وتحكي رايحه وتحكي وانا ما تعرفنيش هذا المراه. وكاين كاين كاين اخوات اللي دايرين زميلاتهم يعني صديقاتهم، كاين اللي ما تعرفهاش كاع غير عبر الفيسبوك ولا الواتساب ولا مانيش عارفه الانستغرام ولا لقاتها هكا في الطريق مانيش عارف لقاتها كون باغازا. كاين اللي الجيران ما نحكوش عليهم هذوك. المهم باغ اكزومبل حبيبتك صاحبتك تفرغي لها ضر قلبك، انا نقول لكم شوفوا نصيحه من اخت لاخوات، شوفي سر دارك خليه في بير، ديريه وقفلي عليه. شوف مهما زعما ميم كيما نقولوا راكي مدوسه مع راجلك ولا مع لوستك ولا مع عجوزتك ولا راكي مع جوانك تسمعك جاره ولا واش عليه، المشاكل الكمال الا لله، ما كاش اللي راه نبي، ما كاش اللي راه مالك والعياذ بالله. اي جاره ولا اي وحده ولا يعني مجاوراتك ولا بعيده عليك ولا مقابلاتك ولا تسمع ميم، سبحان الله حنا لي زالجيريان شتو مقلقين بزاف وعندنا لي نير وما نصبروش. البيوت كلها يعني فيها المشاكل، ما كاش اللي راه صايبها كيما يقول لك طايبه. الحمد لله كاين اللي تزوجت الزوج تاعها عن الحب، كاين اللي تزوجتها هكا ما يعرفهاش، كاين اللي عندها المشاكل مع الزوج تاعها، كاين اللي عندها المشاكل مهنيه مع زوجها وعندها مع عجوزتها، كاين اللي عجوزتها لاباس وراجلها ماشي مهنيها، كاين اللي عجوزتها
لاباس عليها وراجلها، وتلقاي حماتها وطفلاتها ماشي مهنيه معاهم. كاين اللي لقات الزهر في عزوجتها وما لقاتهاش في والديها، وكاين اللي لقات الزهر في والديها وما لقاتهاش في عزوجتها، وكاين وكاين وكاين. رانا جايين في واحد المواضيع جد مهمه وحساسه. كاين الوالدين اللي يديروا الفرز، كاين الوالدين اللي يتبعوا كما يقول لك الطريق تاع البنت اللي تكون عندها وفيها الفايده، تلز ليها بنتها اللي ما عندهاش، واللي كما نقولوا مخصوصة حتى هي في حد ذاتها في حياتها وفي دارها في ولادها، تلقاوها محقورة مسكينة والله العظيم صدقوني. وكاين كاين أقرب الناس هما في حد ذاتهم هما أكبر أعداء ليك في حياتك والزوجية وفي مع ولادك في دارك ليك أنت شخصيا، تلقاي أقرب الناس هما أكبر أعداء من الناس. شوفوا نوصيكم نعطيكم يعني نصيحة من أخت لأخواتها، نقولكم باللي الناس شوفوا الناس اللي بعاد، يعني انا ننصح انكم ما تخرجوش سرار داركم، وراني جايه معاكم تلقاوهم ما تخافوش منهم، براني صدقيني ما تخافي منه. تعرفوا من واش تخافوا؟ تخافوا من القريب ليك، من القريب اللي من عائلتك اللي من فاميلتك. شوفوا قريبك هو اللي يضرك، هو سبب ضرك اللي قريب منك، سواء من العين سواء من الحسد سواء من التابعه سواء من اي حاجه. تلقاي اقرب الناس ليك هما الاولى، هما اللي يبداو بيك من الحسد والغيره. كاين اللي يحسدوا ويغيروا على النعمه اللي عطاها لك ربي، كاين اللي بوالو والله العظيم صدقوني صدقوني يا اخوات في الله والله العظيم. وهذا النهار ناقص من العمر انا ما عنديش وما رانيش طايحه للارض للارض كما يقول لك الواحد حد وين يوصل لي مد لي يده. الحمد لله الزوج تاعي عنده شهريه وعايشين بها والحمد لله، ما نمدوش يدينا الحمد لله يا ربي نشكرك صباح وعشية. مهما كان الأمر مهما تكلف الأمر ما تكفيناش، تكفينا الشكوى إلا لله. وتلقاي الناس يأكلوا فينا والله العظيم، تلقاي الناس يأكلوا فينا ماكلة، ها راه زوجها ها راه داير لها ها راه عمل لها ها راهي دايره ها راهي منا. وانا شوفوا الواحد جا ما يحكيش واش راني نقول لكم، البيوت اسرار. لو كان نحكي لكم ندخل لكم في لي ديتاي على بالي باللي تبكوا والله العظيم يا اخواتي، نبكيكم معايا. هذه هي اخواتاتي، بصح الشكوى الى لله، اللي يشكي يشكي لربي ويرفع يديه لربي ويطلب من ربي سبحانه، هو اللي يغني وهو اللي يعطيه وهو اللي يترجى الله تعالى. ما تنساوش باللي ربي الا رفعتوا يديكم للسماء على بالكم السماء راهي ماشي تمطر لكم تمطر مطر، تمطر تمطر كما يقول لك اخبار ساره من الذهب والله العظيم. ربي حنين كريم ما يفرطش فينا، ربي ما يفرطش في عباده، ربي ما يبغيش العبد المؤمن المنافق، ربي ما يبغيش الكذاب، ربي ما يبغيش الخلاط، ربي ما يبغيش واحد شوفوا سبحان الله هو الصلاه وما يصليش ويبدا يقول للناس يا كذا يا دو يا ما تصليش يا ما تعمل. هذه العباد المنافقه والله العظيم كرهنا منها. انا شراني نقول لاخواتاتي، راني نقول لكم الخلطه، موضوعنا هو اليوم انك لا تدير الامان في بلاد الامان. يعني انت راكي دايره الثقه كل الثقه الموثوقه كما يقول لك في بنت او في ولد او في جاره. انا نقول لك يا اختي في الله ما تعمليش الثقه، الثقه الثقه في دارك. انت الزوج تاعك وما راكيش عارفه شرها شرها، ما على باليش انايا مانيش عارفه، الكمال الا لله. شوفوا اي عبد اي عبد اللي عايشه معاه واللي برا، ديري فيه انه مليح مشي مليح، ديري فيه متواضع، ديري فيه طيب القلب، ديري فيه ماشي عدواني، ديري فيه انه مليح، ديري فيه شوفي كل الصفات الحميده والقبيحه. انت ديري اللي عليك وخليها على ربي. انا نعطيكم يعني كوصيه وكنصيحه انكم ما ديروش الامان. شوفوا كاين واحد الاخوات مساكين غير يمشوا في الهاويه، يمشوا برك تلقى بنت برا تحكي لها حياتها وضر قلبها، تلقى جاره تحكي لها الجاره. شوفوا الجاره في حد والصاحبه في حد والاخت الزوج في حد، اهل بيت زوجك في حد، كل واحد شوفي تعطيه كما يقول لك كاره، كل واحد تعامليه بمعامله طيبه وحسنه. ولكن نوصيك انك سر قلبك ما تمديهش. شوفوا الدنيا الدنيا
الدنيا غدارة والله. ادوها نصيحة، نكون نحكي لكم واحد الحكاية. انا كيما راني هنايا كوني يوتيوبرز في اليوتيوب يا اخي، وامرأة ماكثة في البيت، كاين واحد الاخوات صدقوني كانوا يعيطولي في الميسانجر، والله العظيم دوها من عندي. هذه تجربه يا اخي، ما قبل ما نفتح القناه لا امان في عربي، والله 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 يا اخوات صدقوني، ونهار اليوم ناقص من العمر كانوا يعيطولي نعطي لهم دي غوسيت، نعطي لهم تداوي، هكا يصوروا في الانستغرام ويوروني في الميسانجر هكا لي غوسيت اللي ما ينجحوا لهمش يصوروا، كي نعطيهم منهم قلبا وقلبا من قلبي، شوفوا نسمح في صوالحي، نسمح في داري، نسمح في وندير وقت مخصص ليهم، حتى ولا الزوج تاعي يضرب معايا ويقول لي وراني داير بوستا في داري، انا راني داير كذا، نقصي شويه راهي عندك القناه، رجعي في القناه، قري عليا هذا الميسانجر، مسحي عليا هذا الجروب كذا كذا كذا. المهم باش نريح يعني المخ تاعي، وليت كي يدخل الزوج تاعي نطفي التليفون نديره سيلونسيون ونحطه، فهمتوا خواتاتي؟ وكنت نفضل الناس هذه اني نساعدها لوجه الله. اما لو نقول لكم جا اليوم وين ولاو لي اعداء بدون ما نعمل لهم اي شيء، ما اذيتهم كما تعرفوا حنان طيبه، ما اذيتهم، ما ضربت معاهم، ما حوست عليهم، كما راكم تشوفوا في قناتي ونخدم على روحي كشمل واحد يسترزق منها لعل وعسى ربي يرزقه من حيث لا يحتسب. انا وياكم انا وخواتاتي كاع اجمعين نصيبهم يهضروا فيا، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله في قنوات ونصيبهم يهضروا فيا في. المهم جاوا ناس وعاودوا لي، اما لا من تما يا خواتاتي هاد الناس، وكنقول لكم كاين ناس اللي كنت نحكي معاهم يعني بالنص ساعة بالـ 20 مينيت نعطيهم هكا دي زيد ينصح منو، وخرجوا لي أعداء. هذا وشنو وش يسموه هذا وش هو هذا؟ يقولوا لهم الناس المنافقة، نكارين الخير اللي ما عندهمش القوة والإيمان في قلبهم. راني نحكي لكم أنكم ما تعاودوش سركم يا خواتاتي. شوفوا مهما تجيك صفة المرأة في مالك، تجيك في صفة الملاك والو، جامي 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 ديرو كونفيونس ابدا. شوفي خليها ما على باليش توصف لك الدنيا، تفرش لك الدنيا ورد، دير واش دير، ما ديروش الامان يا خواتاتي والو. سركم في بير، سركم في داركم، سركم. شوفوا معليه ما تكتميش سيدي في قلبك، راكي مداوسه، راكي مضاربه، راكي مضراره في قلبك، راكي متوجعه، ما تحكيش سرارك يا اختي، كاين وين تفاجي اسيدي. شدي حيط وحكمي حكمي حيط وهضري معاه. شوفوا غادي نحكي لكم واحد الحكايه، كان واحد السيده عندها مشاكل مع الزوج تاعها، نجيب لكم حكايه من الاخر. كانت هذيك السيده في دنيا بكري يا حصراه، وين كانوا يديروا السواك والكحل والكسال حيك تاع المرمه بكري، من كانت النيه، كانت امراه مسكينه الزوج تاعها حاقرها ما لدرجه انها تبكي بالدموع، ما يخليها تخرج، ما يخليها توجور يمشي بالعصا تاعها، شغل غير هكا يقلفع فيها بذيك العصا، غير هكا وشغل تهدر يقلفع فيها بذيك العصا، تبغي تهدر يواسيها مسكينه. المهم دس في قلبها، دس في قلبها، دس وتبكي، دس وتبكي، دس وتبكي. المهم كانت كي تلقى فرصه الزوج تاعها يخرج يروح للعمل تاعه ولا يروح عند الاقارب ولا اسونسيال يخرج من الدار. هذيك الزوجه مسكينه كانت تخرج بتخبيه، تخرج بالعقل، تروح تدير الحايك تاعها وتروح، كانت تقعد عند واحد الحجره، حجره كبيره تقعد فوقها، وكاين الحجر كيما هكا قدامها، تروح مسكينه تفرغ قلبها عند هذوك الحجر، دائما تحكي عند هذيك الحجره وتبدا يا راني جيت نحكي اليوم نفرغ ضر قلبي، يا حبيبتي يا الحجره يا الصمه، يا اللي ما تهضري يا اللي ما تزعزع، شوفي شادير فيا اليوم ضربني على واش ها واش، كل يوم كل يوم كل يوم تروح تحكي لها، وتجي لدارها مرتاحة كليا مهنية، تبكي عند ديك الحجرات واسي تخرج تهدر كلش، وترجع لدارها مرتاحة، ضميرها مهني، قلبها مرتاح. الزوج تاعها كان يقول انا الزوجة تاعي كنت كي نضربها، كنت كي ندير لها، كي نعايرها، كانت تبكي، كانت دايما مسكينة، المهم كانت تشد بلاصة وتعيط، كانت هكا مضطربة، كانت من الخوف تاعها تشد بلاصة وتبكي، غير تشوفها شغل تترعش، شافها يعني باردة كل البرودة، شافها تضحك تلعب تنقي مع ولادها ما دايتهاش كاع. واحد اليوم قال انا الزوجة تاعي شك فيها، قال راهي تخوني ولا لازم نتخبى لها ونتبعها. واحد المرة الزوجة تاعها تمشي تمشي تمشي، خلاها خرجت هي، هو راح، قالت هي راح يخدم، هو تخبى لها خزن مور الحيط، وراحت هي تمشي 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 تمشي،
تبعها لقاها داك ديك الليله دار فيها رايح ديك الليله لا في زعما تاع باش غدوه تخرج. الغدوه مسكينه هي خرجت تبكي بالدموع في الدار. المهم ما داتهاش الصباح بكات غير ديك الليله في الليل والصباح ناضت راحت تبعها لقاها مجمعه عند هو شك فيها قالها تخوني لقاها مجمعه عند الحجره وتحكي تفرغ في قلب دودها تفرغ 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 اتخبى مورا الحائط وبقى يسمع فيها يسمع فيها يسمع فيها المره. المهم بكات عند الحجره وفرغت قلبها ودود قلبها وراحت خلاها حتى راحت وراح للحجره قعد يقول اه هي بنت فلان انا كنت حاسبها ومنها وظالمها وذيك وذيك وبقى يضرب في ذيك الحجره كيما هكا يضرب فيها قالوا هي وترانتك وترانتك راها تجي تفرغ قدر قلبها هنايا كي ضرب الحجره هكا وبقى يشغل يدير للحجر هكا بذيك العصا حتى بدا الدود يخرج بدا الدود يتقلع من بلاصته من ضرب ذاك الحجر هكا وما كانش يطوندي زعما ما دارهاش اكسبري هو غير على هكا الزهر وبقى الدود يخرج يخرج الدود كيما هكا يخرج يزرب يهرب قال على بيها المراه ما راهاش تنظر وما راهاش تتوجع وما راهاش كيما العاده كانت تجي هنايا والحجره سبحان الله والله لحمي تشوك هذه حكايه جداتنا حكاوها لنا والحجره كانت كي تحكي للحجره شغل الحجره دودت تحتها كيما نقولوا قلبها الحجره دودت من تحت تالمو كانت تسمع لها يوميا تجي يوميا يوميا الحجره دودت من تحت قلبها هي ما دوتش والحجره مسكينه كيما راكم تشوفوا الحجره كاع كيما بالكبيره بالصغيره باللي تحتها هي اللي يعني قلبها تعمر باسكو كانت تتفرغ الحجره صمه ما تتحرك ما تدير ما والو شوفوا سبحان الله زعما العباد يتزعزعوا بصح بالحقره تاع هذا المراه وكلش وشكايتها يعني البكاء والشكايات زعزعت الحجره الحجره تزعزعت ودارت قلب ودودت وسبحان الله وهذه هي الحكايه تاع اليوم ولا اله الا الله محمد رسول الله. انا نقول لكم اخواتي في الله كيما راني نوصيكم ان كاع اللي ما لقاتش وين تحكي ولا وين تهدر ولا في اي مجال في اي مجال حتى الواحد على بالكم ورجعي ينصح العباد ورجعي مدلي زيدي ورجعي يدير الخير يولي له بالمقابل تاعه يولي شر يولي كانك ما درتي والو تولي تتعايري تولي انت مش مليحه تولي انت قبيحه تولي الفوميو اللهم كيما يقول لك الواحد اي كما يقول لك ايفيتي ايفيتي يجبد كاع كلش يقعد مليح يقعد ناس ملاح بصح ما يدخل روحه حتى في حاجه ما يخالط ما في في كما يقول لك في حاله ضروره صباح الخير ومساء الخير كي راكي اختي لاباس الحمد لله با بلوس هذه هي واللي راهي باغيه تفاجي ولا تهدر ولا تقلع عذر قلبها ولا مانيش والله انا نصيحه مني تخرج تروح للحديقه تروح للجاردين تروح مانيش عارف لا سيتي تاعها تضرب دوره وتولي تروح للحيط وتهضر اي المهم تهضري مع ولادك تحكي مع ولادك احكي حكايات لولادك ديري ولادك هما صحابك هما صحاباتك هما كلش حتى ما عندكش ذريه ربي يرزق كل مؤمن محروم شدي مانيش عارف انايا كيما فهمتكم اي عفسه وهضري معاها تتفاداو كل هذا المحن وكل هذا يعني المشاكل وكلش حتى الواحد يريح يعني يرتاح ذهنيا يرتاح مغالمو يرتاح كاع فيزيكلمو يرتاح في جسده في كلش صدقوني راحة البال لا تعوض بالمال لا تعوض بالمال والله مال الدنيا وما تعوض لكش الراحة تاع البال وصحتك وترقدي مهنية رقدة مهنية في راسك على مخدة ولا زوج مخايد تسوى الدنيا على بالكم خير من غنيات خير من غنيات الدنيا هذه هي واش نقول لكم خلوا صراركم في بيوتكم هذه هي يعني النصيحة اللي نبازيكم عليها وما تعملوش لامان خاصة أنكم الثقة ما تديروهاش هذه هي والله ما راهي ثقه كاين اللي ما صابتهاش حتى في العائله تاعها وحتى في خواتاتها وحتى في اقرب الناس لها رايحه تلقيها انت في بنت الناس ولا في ولد الناس من المستحيلات راكم مع خبره شنو نقول لكم خواتاتي موضوعنا الجاي اقترحوه عليا نتوما في التعليقات راهي خبره ما شاء الله نقول لكم تهلاو في رواحتكم خذوا بالنصيحه وسمعوا الراي راهي جايه بزاف همسات نموت عليكم ما تنساوش طلعوا لي لايك طلعوا لي لا فيديو باش طلع لي راهم جايين بزاف مواضيع وبزاف اقتراحات وتغيير في القناه ومواضيع جد مهمه وطلباتكم كاع الوصفات نقول لكم بقاو على خير نموت عليكم في امان الله سلام هايلك